بكره اجيب لك اجدع منها. عشان ما بتغنيش غير لحبيبها. تيجي نشتري جوز لما يبقى لنا بيت هنلاقولك عصافير حب. بقى لنا 10 سنين يا عادل بنتمنى يبقى لنا بيت ونتجوز. يا اختي
متوسط، اتأخرتوا قوي. أجهزة ولا حاجة؟ لا مفيش حاجة عليها جمارك؟ لا مفيش أي حاجة. مع السلامة. مع السلامة. ازيك يا عادل؟ أهلا راتب جيل. مليونير عنده شركة سياحية كبيرة. يا عادل ازيك يا دنيا؟ ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. يا ساتر انت حاطة فيها ايه دي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، زمانكم ميتين من الجوع. اما اروح اسخن لك الملوخية اللي بتحبها يا حبيبتي. تسلم ايديك يا ماما. يا ساتر ايه ده؟ ايه؟ انتوا مستحملين العيشة هنا ازاي؟ لا يا رجاء حرام عليكي، ما احنا عايشين ومبسوطين اهو. مبسوطين؟ بذمتك مبسوطين؟ ده انتوا بقالكوا 10 سنين مش عارفين تتجوزوا. يا دنيا العمر بيجري، بطلي هبل. عادل. نعم. تعالى معايا انا عايزاك. خير؟ اسمع بقى يا عادل، انا مشغوله قوي بمشكلتك مع دنيا. انتوا صعبانين عليا قوي، علشان كده انا فكرت في حل. انما ايه؟ يجنن. يا ريت. ايدي على كتفك. خير؟ انت فاكر الشقه اللي انا كنت حجزتها قبل ما اسافر؟ مالها؟ احنا هنستلمها اليومين دول. مبروك. الله يبارك فيك. ايه رايك بقى لو تشتريها؟ انت بتهزري، هشتريها منين؟ ما انت عارفه كبيره خطار. معقوله يعني؟ معقوله ما حوشتش حاجه خالص طول السنين اللي فاتت دي؟ وحياتك ابدا. اسمع بقى يا عادل، احنا دافعين فيها 10,000 جنيه مقدم ايجار، ادفعهم وخدها. كتير عليا يا رجاء. كتير ده ايه يا عادل؟ دول اوضتين وصاله. عارف يعني ايه اوضتين وصاله؟ انما ايه؟ يشرحوا. الريسبشن لوحده قد شقة من بتوع اليومين دول. قلت ايه بقى؟ مش عارف. طب انتي هتعملي ايه؟ لا ده احنا هنشتري شقة اوسع كنا حاطين عيننا عليها. ما تشغلش بس بالك انت بينا. انت عارف بس ان العشر تلاف جنيه اللي دفعناهم يعني لو كنا حطيناهم في بنك كان زمانهم بقوا. فهمت. دي فرصة بقى ومش هتلاقيها ابدا بعد كده. بقولك ايه، ادفع بس انت اللي معاك وانا هقسط لك الباقي. كل شهر تحط لي في البنك اللي تقدر عليه. ايوه بس دي معناها ان احنا هنقضي حياتنا كلها في تسديد اقساط. وماله، بس تبقوا اتلميتوا واتجوزتوا. تعرف ان رجاء عندها حق، احنا ما قدامناش حل غير كده. يعني انت موافقة؟ طبعا موافقة. ولا انت عندك استعداد تقعد كمان 10 سنين تانيين؟ ما عنديش استعداد اقعد ولا دقيقة واحدة من غيرك. النوم والله كويسه قوي، والمطبخ شرح وحلو. مش مهم ان احنا اتجوزنا بس. طبعا. تعالي اوريك المفاجاه اللي انا عاملها لك.
حلو. حسن الفستان مش بتاعنا. دنيا اوعدك اني اوعدك اني هحبك على طول. واحلمنا يا عادل. هتتحقق يا دنيا. ازاي؟ برضو بالحب. ارجع لي بعد ساعة يا استاذ سيد. حاضر يا فندم. السلام عليكم. اهلا اهلا يا تبيه. اهلا بيه. اهلا يا فندم. أهلاً. معقول يا عادل بيه؟ معقول اللي عملته ده؟ ايه خير؟ تتجوز من غير ما تقول وتحرمني اعمل الواجب. طول عمر حضرتك صاحب واجب. اتفضل يا سعادة. وايه اخبار الجواز؟ حلو؟ والله الجواز لما بيبقى مبني على حب لازم يبقى حلو. شوف يا عادل بيه، اذا كانت العروسة هي الأمورة اللي شفتها معاك في المطار يبقى تستاهل الحب فعلا. نتكلم في الشغل بقى ولا لسه غرقان في العسل؟ لا لا، ازاي، تحت امر حضرتك، اتفضل. انا اشتريت من البنك ارض مساحتها 20 فدان على البحيرات المرة، وبفكر اعمل مشروع قرية سياحية متكاملة، لكن انا لوحدي يا استاذ عادل يعني ما عنديش السيولة الكافية للانشاءات، فبفكر اعمل قرض من البنك قدره حوالي 10 مليون جنيه. بس راتب ايه حضرتك؟ لسه ما سددتش ثمن الارض. ما اعتقدش البنك حيوافق ابدا على مشروع لسه ما لا في دراسه جدوى ولا في رسومات، يعني ما فيش خطوات ايجابيه اتخذت فيه. كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، في اكتر من مستثمر مقدم مشاريع مماثله لمشاريع حضرتك وطالبين قروض اقل من البنك. انا كلفت مكتب استشاري يعمل رسومات المشروع. استاذ عادل، الفكره بكل المقاييس هتعود عليا وعلى البنك بارباح مذهله. عموما سعادتك يعني قدم المشروع وهات لي رسومات وانا اعرضها على مدير البنك ويمكن يبقى في كلام تاني. ايوه كده يا اخي، خلينا نخرج من عندك متفائل. سلام عليكم. مع السلامه. تحياتي للعروسه الاموره. الله يخليك. بالمناسبه هي اسمها ايه؟ اسمها دنيا. انا اسف. مع السلامه. ما خلاص، هقول ايه تاني؟ توتا توتا فرحت الحدوته. ايه ده؟ عشان احصلك في جمعيتك نفسي اتجوز يا عالم. لكن مش هنلزمني اتفرج على شقتك يا دنيا؟ طبعا. بس اصل الشقة لسه ناقص الموكيت والورق الحيطان وشوية حاجات حلوة كده، اول ما تخلص هعزمكم على طول طبعا. الو. طيب حاضر. تليفون عشانك يا دنيا. نزل عادل. لا طلع نقلك على شغلنا، ده صوت حريمي. الو رجاء، كلمي منين؟ اسمعي يا دنيا، انا عندي ميعاد مع الدكتور الساعه 5، طبعا مش هقدر اروح وارجع تاني، عشان كده هنتغدى سوا. لا ما تخافيش، انا اللي عازماكم. تعالي لي انت وعادل في مطعم السندباد، بس ما تتاخروش. ماشي، انا هكلم عادل ونجيلك على طول. ميرسي. الو. ايوه دنيا. فين؟ هي العزمة. طبعا هروح البيت اغير وانت عدي عليا هناك. نروح سوا. لا ما اقدرش اجي كده. طيب باي باي. عشر دقايق بس عشان احنا مستنيين الناس. تحبوا تشربوا حاجة؟ تشربي حاجة؟ أورانج جوس؟
2 عصير برتقال مثاليين. اوكي. ايه مدام؟ لا مؤاخذة، في ايه؟ على المهندسين يا اسطى، مستشفى الدكتور ماهر بسرعة ونبي الله يخليك. بالسلامة ان شاء الله. والنبي تيسا. شكرا. انت متأكدة انها قالت لك المكان هنا؟ طبعا. اتأخرت قوي، ممكن يكون في زحمه، بس انا ابتديت اقلق. انت عارفه الاكل ده بكام؟ كام؟ 70-80 جنيه. يعني 40 جنيه نفر. على كل حال ما دام الاكل جه ناكل. دول 18 جنيه، وهسيب لحضرتك البطاقه وهي ربع ساعه واجيب لسعادتك الباقي. انت هتخرج من هنا على اسمي يا استاذ. ارجوك بلاش التصرفات الهمجيه دي، احنا 2 موظفين محترمين وفلوسك هتوصلك على داير مليم. اذا كنتوا عايزين تبقوا محترمين ادفعوا الفاتوره دلوقتي واحنا نضرب لكم تعظيم سلام ونوصلكم لحد الباب. الدبلة بتاعتي تمنها فوق 80 جنيه. دنيا تعملي ايه؟ مفيش طريقة غير كده يا عادل. رجعي الدبلة. اتفضل يا استاذ. اظن الساعة دي اكتر من اللي انت عايزه في الفاتورة. نص ساعة وانا راجع لك. اتفضل. تحت امرك. اتفضل يا مدام. اتفضل. شكرا. متشكرة قوي يا دنيا على الورد. اتفضل. عادل اديني دفتر الشيكات من عندك من الشنطة. متشكرة أوي. عايزاك بكرة تصرف لي 5000 جنيه من البنك عشان حساب المستشفى. عقبالك يا دنيا. صور البيبي ده هتكلف 5000 جنيه. نفسي يكون عندنا واحد زي. بطل احلام يا عادل. احلام ان احنا يبقى عندنا بيبي حلو زي ده؟ لا يعني قصدي لما نجيب بقية العفش. عفش ايه يا شيخ؟ بيبي هام. يلا بقى عشان ما نزعلكش. مشروع ضخم جدا. تعرف يا عادل بيه ده ممكن يستوعب كام سايح في السنه؟ 250,000 على الاقل. عندك 800 شاليه، مناطق للغطس، صالات للتنس والبلياردو، نوادي للجولف ونوادي صحيه، ده غير كمان اوضتين خمس. اهلا اهلا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اصل خلصت بدري قلت افوت عليك ناخد تاكسي واحد. احسن حاجه عملتيها، نسيت اعرفكم ببعض. المدام اهلا وسهلا. راتب بيه ده من اهم عملاء البنك. مش للدرجات دي يعني. فرصة سعيدة يعني. طب انا يعني مش عايز اعطلكم، تسمحوا لي اوصلكم في سكتي؟ لا بالمناسبة مدام بتشتغل فين؟ انا محاسبة في وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء؟ ايوه يعني موظفة. ايوه. اسمح لي، عادل بيه جاي لكم ده ما عندوش طموح ابدا. ايوه صح. اتفضل اتفضل اوصلك. الا قول لي يا عادل انتوا رايحين فين؟ مروحين. حضرتك ممكن تنزلنا في اي حته. انا رايح اتغدى، ما تيجوا نتغدى سوا وبعدين اوصلك. ده واجب علينا. ما تيجي حضرتك تتغدى معانا. انا اجي اتغدى معاكم؟ يا ريت. صحيح يا دنيا هانم ولا عزومه مراكبيه؟ لا طبعا حضرتك تشرف كده اهو. طبعا. اتفضل. مش فاهم ايه ده.
ده ما صدق انت عندك حاجه بتاكل. ربنا ستر في الاكل. روحي يا ستي. هات انت مالك انت. روح اقعد معاك روق الدنيا شويه. روح. حاضر. اتفضل يا فندم. اصل السفره والانتريه اتصور لسه عند النجار. لا معلش ده كده شيء عظيم جدا. تصور كل يوم اقعد ادور على حد علشان اتغدى او اتعشى معاه رغم كل معارفي الا اني شاعر بوحده فظيعه. معقوله راتب ايه؟ امال المدام فين؟ لا مفيش. ايه بومبا؟ خد افرش السفره. هات افرش السفره معاك. لا معقوله يا راتب ايه؟ هات يا شيخ هات بس. عفوا يا فندم. ما صح الشقه. السفرة. ايوه. عن اذن حضرتك. اتفضل. عادل. الله جرى يا جماعة واقفين ليه؟ ما تقعدوا أنا ميت من الجوع. الله ما تقعدوا. اتفضل اتفضل يا راتب. يا سيدي يعني أنا ما أقصهم كده. هات الفراخ دي عندي. دي على فكرة مش فراخ الجمعية. اتفضل. هتستعملوا شوك وسكاكين؟ لا 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 كده. لا دنيا أحسن واحدة تطبخ في الدنيا. لا لذيذ لذيذ فعلا. تسلم إيديك يا مدام دنيا. بالهنا والشفا. مسبكة طبعا. مدام دنيا ايه رايك تشتغلي في الشركة عندي؟ انا محتاج مديرة المكتبة ب 300 جنيه في الشهر. عموما يعني ممكن تاخدي اجازة سنة بدون مرتب وتجربي. لو ما استريحتيش في الشغل معايا ممكن ترجع شغلك تاني. ايه رأيك يا عادل؟ ايه رأيك يا عادل؟ مش قلت لك يا عادل انتوا جيل ما عندكوش طموح. مفيش وقت للتردد. لازم تقولي رأيك دلوقتي. موافقة ولا لا؟ راتب بيه من فضلك. نقول له مين يا فندم؟ مدام دنيا. انت بقى اللي هتنظمي كل ده. انا طبعا. يا ريتك شفتي في ريال كانت هايله. كنت معتمد عليها في كل حاجه. كانت لهلومه معاها اربع لغات وتلكس واختزال وزي العسكري. لكن للاسف بقى اتجوزت وسافرت. اتمنى تكون زيها. اتفضلي معايا اوريك مكتبي. طيب خليك على راحتك. هنتكلم في الشغل كتير بعد كده. على اذنك. على
الو الاستاذ عادل نور الدين لو سمحت. انا مدام. شكرا. الو يا عادل ازيك؟ بكلمك من المكتب الجديد. كله تمام؟ حاجه فخمه جدا. بقول لك ايه، انت بقى تعزمني على الغدا بالمناسبه الحلوه دي. منين يا حسره؟ كنت اتمنى يا دنيا، بس انت عارفه كبير وغطاه. طب ما فيش اي حاجه عايز تقولها لي؟ لا يعني اي حاجه كده، مش عايز تقول لي حاجه؟ حاجه زي ايه يا حبيبتي؟ ها دنيا، انا عندي شغل وفيه وقدامي عملاء هنا، هو مش وقت راغي في التليفونات. لما ارجع البيت بيقول لي اللي انت عايزاه. باي 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 دلوقتي. باي باي. الو اهلا دنيا، ازيك يا روح وازاي صحتك؟ الف مبروك، كل سنه وانت طيبه، عقبال 100 سنه. ها انتوا ناويين تقضوا النهارده فين؟ ده لازم عادل بقى محضر لك فسحه هايله. تصوري يا ماما، عادل ولا على بالي، كلمته من شويه حاولت الفت نظر ولا هو هنا. مدام دنيا تعالي لي لو سمحتي. حاضر يا فندم. ماما هسيبك دلوقتي، هكلمك تاني. باي باي. كده ايه هنا اتاخرت كده ليه؟ من فضلك فورا على المطبخ واعملي لي حاجه اكلها بسرعه. يا سلام يا اخي، لما انت جاي بدري ما طلعتش حتتين لحمه وتعملهم ايه لغايه ما اجي؟ عشان ما اعرفش اكل الا من ايدك يا حبيبي. انا عايز ملوخيه بالارانب والقاس بالبطاطس. القاس الوقت. لا انت اللي هتعمل. لا مش هعمل حاجه بجد، انت غيار. انت ست البيت وانت اللي مفروض غيار. اعملي كل مش ملكي ده، عندنا ترابيزه، اشتريت ترابيزه يا حبيبي. طبعا. ايه ده؟ الترابيزه دي مستورده. نوعها ايه ترابيزه؟ طلياني. فضلك ما تبوظيش المائده اللي انا عاملها. يا عيني على الاختراعات. من فضلك ما تتريقيش عليا. اسفه قوي قوي قوي. وغمضي عينك عشان ما تبوظيش المفاجاه اللي انا عاملها. حاضر. لا انا عايزك تغمضي عينك بحقيقي. مغمضه ولا؟ لا ما بلاش الحركات دي بقى. بجد وجديد. ها؟ لا عينك اليمين مفتحه اهي. لا اهي مقفوله. مش دي اليمين؟ لا دي الشمال. اقفليها خالص. مقفوله والله. فتح عينك يا جميل. يا حياتي. ما تنساش حاجه يا عادل. انسى عيد ميلادك. ربنا يخليك ليا يا دنيا. خليك ليا يا عادل. وكل سنة وانت طيبة ودايما معايا. يا رب. أنا طبعا كان نفسي أعمل لك عيد ميلادك في لندن. أو باريس. أو نيويورك. أهو. إنما العين بصيرة. أيوة. والإيد قصيرة. مدام دنيا. نعم. تسمحي لي الرقصة دي؟ هاوي. وانا هنا انا 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 هنا انا
تشرفي بنفسك على كل الاجراءات وتتاكدي ان كل شيء ماشي تمام. اوعي تقولي لي ان شغلك جوه المكتب وبس. دنيا تأمريني بحاجه من باريس؟ لا يا فندم شكرا. حضرتك تؤمر بحاجه؟ شكرا يا دنيا.
تستاهل يا سمير. ايه الدنيا؟ يا افتح يا جميل. عالباب انا عالباب. دنيا افتحي يا دنيا، افتحي لا كسر الباب. ايه الدهوش اللي انت عاملها على صوتك؟ انت سافت الباب ليه؟ اوعى. يلا عشان تساعدني على لا مش هساعدك على حاجه. الفطار مش عايز الفطار، عايز اخش الحمام. طب خش. انا مش داخل. اتفضل. مبروك، امتحاني في 5 أسابيع. هكتب لك على شوية أدوية علشان القيء بتاع الصبح وشوية مقويات، وبلاش لبس الكعب العالي والوقوف الكتير أو الحركة الزيادة، ويا ريت أشوفك كل أسبوعين. عصافير الحب. يا سلام عليك يا دنيا، ايه اللي فكرك بيهم؟ كان نفسي فيهم من زمان، وبعدين حسيت ان البيت ناقصه حاجه صارت. سلام عليك، مفيش حاجه بتنسيها خالص. يا دنيا يا غرامي، يا دمعي يا ابتسامي، مهما كانت هتاني قلبي يحبك يا دنيا. عارفة انا بتاجي محمد عبد الوهاب عمل الغنوة دي مخصوص عشانك، عشان كان عارف اني هحبك. بس البيت ده بقى مش محتاج صوصاوة عصافير، محتاج صوصاوة حاجات تانية، محتاج دنيا صغننة كده، عادل صغير لسه ما انش الاوان. صباح النور. في عين الكسان حضرها لك. انت فين يا دنيا؟ راتب ليه منتظر في مكتبه من ساعة؟ هو وصل؟ يظهر وصل امبارح بالليل. الحمد لله على السلامة يا دنيا. أهلا. الله يسلمك يا دنيا هانم. إيه؟ إزاي الحال؟ أنا شايف المسائل ماشية عادي. الحمد لله. وعادل إزايه؟ كويس، مشغول شوية في البنك عشان حكاية الميزانية. طيب شوفي بقى ستي، أنا عايزك تبعتي لي شوية الهدايا دول لأصحابي. كل دي هدايا؟ ده جزء من الشغل يا دنيا. الهدايا دي هتبعتيها لحرم الأستاذ محمود شعلان. الهدية دي هتبعتيها لحرم الأستاذ سليمان عبد الحافظ، مدير عام شركة فنادق الكرنك، أنت عارفة. الفرو ده هتبعتيه لمديرة مكتب الأستاذ سليمان عبد الحفيظ. أيوه. والهدية دي هتبعتيها لسكرتيرة الأستاذ عبد الشكور محمود. دنيا ما تنسيش تحط الكارت بتاعي مع كل هدية. شايفك مستغربة شوية. الحقيقة يا فندم شويتين، بس بتهيألي الفرو ده غالي قوي. شوفي يا دنيا، الستات هم اللي بيحكموا العالم، والواحد لو عايز يوصل لأي مسؤول أو يجامله لازم يكسب ثقة مراته أو سكرتيرته، لازم ياخدها في صفه. الله، ما
انت لازم تكوني اتعلمتي بقى، شغلتنا كلها علاقات عامه ومجاملات متبادله. بالمناسبه دنيا، انا جبت لك هديه صغيره كده، ارجو انها تعجبك. انا متشكره قوي يا فندم. انا قلت لحضرتك ما تتعبش نفسك. معقوله هترفضي الهديه قبل ما تشوفيها؟ طب شوفيها يمكن تعجبك. بصي شنطه كروكوبايل هايله. انا متاكده من ذوق حضرتك، بس بعتذر عن قبولها، ارجوك ما تزعلش. كده حضرتك تؤمر بحاجه تانية؟ من فضلك بلغي الاستاذ عادل اني عازمكم بكره في النادي بعد الظهر، عايز اتكلم معاك في موضوع خاص. حاضر. اهلا عادل بيه. اهلا اهلا يا دنيا. اهلا. معلش يا عادل بيه، انا اسف في الميعاد المفاجئ ده، بس الحقيقه انا حبيت اتكلم معاك بعيد عن جو المكتب. قوي تحت امرك. طب انا تسمحولي هتمشي. ما تبعديش. عمر يا راتب بيه. شوف يا عادل، انا حاطط امل كبير على موافقه البنك، وما اخبيش عليك انا عملت اتصالات مع شركات سياحيه اجنبيه كتير، وهتجيب افواج طول السنه. يعني المشروع ناجح 100%. ايه عادل بيه، فيه مالك؟ انا مش فاهم ايه اللي خلاها تركب حصان، دي عمرها ما عملتها. يا اخي خليها تنبسط شويه. طمني يا دكتور. لا ما تخافش، شوية كدمات وردود بسيطة، بس للأسف فقدت الجنين. جنين؟ على كل حال انتوا لسه صغيرين وتعوضوه قريب إن شاء الله، بس لازم تلاحظ إن حالتها النفسية هترتبك فترة، وعشان كده هي هتحتاج لشوية حنان زيادة. طب هتخرج إمتى إن شاء الله؟ إن شاء الله يوم أو يومين على الأكثر. يا ترى عادل كان مخلي باله منكوا ولا لا؟ ليه عملت كده يا دنيا؟ عملت ايه؟ ليه خبيتي عليا؟ ليه ما قلتليش انك حامل؟ وازاي يجيلك قلب تقتلي ابنك بالقسوه دي؟ ازاي؟ غصب عني. غصب عني؟ ايوه غصب عني. انا انت فاكر اني مش زيك، بتمنى يكون لي طفل، بس انت شايف وعارف احنا لغايه وقت قريب قوي كنا قاعدين على البلاط، حتى شويه الحاجات ما عرفناش نجيبها غير لما اشتغلت عند راتب بيه. والطفل ده لو كان جه كان هيستحملنا. معاك فلوس كفايه للمدارس والدكتور والولاده واللي كل ده مش مهم. كل ده طبعا كان مقدور عليه، زي ما جبنا العفش كنا ربنا عيل. بس انتي قتلتي جزء مهم جدا من احلامي يا دنيا. لا لا thank you.
معقولة يا دنيا؟ يعني معقولة كل يوم انا استناكي بالشكل ده؟ معقولة استناكي ومش عارف انت راجعة امتى وهاكل امتى؟ معقولة يعني انا مش حاسس اني متجوز خالص؟ فات البيت سافر وسايب شغل الشركة كله على دماغي، يعني انا غاوية تعب بس اعمل ايه؟ 300 جنيه المكافأة اللي هناخدهم هينفعونا في اقساط البيت. عندك حق، بس ذنبك على جنبك، هتاكلي النهاردة برضو شوربة بصل. يلا غير هدومك وتعالي على السفرة. ربنا ما يحرمني من طبيخك يا حياتي. انا اطمنت بنفسي على حجز الاوتيل، وبكره علاء ورفعت ان شاء الله هيطلعوا المطار يستنوا الجروب. قولي لي ايه رايك في ده؟ تعبير عن شكري مقابل جهدك ونشاطك واخلاصك. انا بقول لك كده علشان ما ترفضيش زي المره اللي فاتت. الخاتم مقابل جهدك، ملوش اي غرض تاني. عارفه اني كلمتك في الشغل، قالوا لي نزلت، كنت عايز اعزمك على الغدا. لا ما فيش داعي. ايه؟ نوفر احسن. ناكل هنا يعني؟ تدوي اكلي؟ ده انا بقيت اخصائي في الطبيخ، هعمل لك حته اكله بقى تاكلي ساعتك وراها. تعالي. ايه روحي؟ ولا حاجه. تصبح على خير. ايه عادل، انت مش ناوي تروح النهارده ولا ايه؟ مش باين لها مروح يا منى، مطلوب مني راجع كل ده واخلصه النهارده، تخيل. طبعا يا عم، انت واخد ثقه المدير كلها، باين علينا ويلك على ترقيه. يا ريت. بطل نقى وتفضل روح شوف شغلك. والله يا عادل انت تستاهل كل خير. السلام عليكم. على السلامة. دنيا معلش حبيبتي هتأخر شوية. لا 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 ما تستنينيش على الغدا، ورايا شغل متلتل ولازم أخلصه النهاردة. ها معقول يا عادل؟ طب خلاص مادام هتوديني السينما يبقى سماح المرة دي. ماشي، الساعة 8 هكون لابسة مستنية. ماشي حبيبتي، 8 بديها تكوني لابسة وجاهزة وهفوت عليكي. باي باي. روح.
عم عطيه يا فندم. نبي تجيب لي سندوتشين فول او طعميه اللي تلاقيه عنوته يعني. حاضر على البيت. معقول التاخير ده يا عادل؟ شايفين اتاخر قد ايه؟ طبعا ميعاد السينما فات، انا هغير وانام بقى. تصبحوا على خير. الماس حر. الماس حر؟ مش ممكن. ماشيه تقول يا ارض اتهدي ما عليك قد دنيا هاني. طبعا مين زيها؟ حقيقي مين زيها؟ الحقيقه دنيا هانم بالخاتم ده بقت اجمل ست في مصر، قول بقت اجمل ست في العالم. الله، خاتم الماس مش كتير على دنيا. مدام دنيا تسمحي لي الرقصه دي؟ Oh,
ايه خضيتك؟ انا اسف يا حبيبتي. ليه؟ عشان اتاخرت عليكي طبعا. انا مش قلت لك ان انا جاي وحاسبك ونفسك؟ اتاخرت ليه؟ والله غصب عني، ما عندكيش فكره. انت عارفه مين الحيطه المايله اللي في البنك؟ انا طبعا. ورق ودوسيهات وحاجات عمالين يجيبوها لي وانا بضطر اقبل. انت عارفه ليه؟ عشان العلاوه اللي هتجيبني يا حبيبتي. العلاوه دي هتخليني انا فين انت؟ انت ما قلتليش اخرت ليه؟ قلتلك. ايه رايح فين؟ حان شاي. لا ليه؟ قصدي يعني احنا هننام دلوقتي، وبعدين احنا ما مش احنا ما بنشربش شاي بالليل؟ هتشرب شاي دلوقتي ليه؟ وبعدين الشاي ممكن جدا 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 يتعب اعصابنا، صح؟ صح. ايه رايح فين؟ مش بتقولي ننام؟ اه هننام هنا في البلكونة؟ لا. طب يلا ننام. اه يلا ننام، يلا ننام، يلا حبيبي. انت مش هتأخر على الشغل كده؟ لا اصلا انا حاسس كده ببرد داخل عليا، فبالتالي حاضر النهارده في البيت. معقول؟ اه يبقى لازم اقعد معاك بقى. لا لا تقعدي. ايه ده؟ ده انا كنت ناسي، ده انا لازم اروح، ده انا في اجتماع مجلس اداره وفي جرد و... لا لا يلا 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 على شغلك. يلا يا مدام، اخبار الحجز ايه للمجموعه اللي مسافره فرانكفورت؟
مدام. ايه يا دنيا في ايه مالك؟ اتفضلي اقعدي. راتب ايه؟ انا فكرت كويس وقررت ارجع لك الخاتم. الله، ليه؟ حصل ايه؟ من ساعه ما خدته وانا مش مستريحه، ما قدرتش اقول لعادل ان واحد هداني خاتم ثمنه كذا الف جنيه. مش ممكن هيتصور ان مفيش حاجه بينا، وهيشك فيا من غير داعي. الخاتم بتاعك ما سببليش اي سعادة، بالعكس انا من ساعة ما خدته وانا خايفة مضطربة، والاغرب من كده اني حتى مش قادرة البسه والذهبي قدام الناس. يعني باختصار مش لازمني. معقولة يا دنيا ترجعي خاتم الماس زي ده؟ مية مية يساوي 10,000 جنيه، بس لازم فاتورة. معاك فاتورة ممكن اشتريها. ايه؟ البيت اتسرق ولا ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ بالمفتاح طبعا. هدخل بيتي ازاي؟ مش زي كل يوم؟ ده انا حتى ندهت عليكي وانت ولا انت هنا. عادل، مدام دنيا انا عندي ميعاد مهم، محتمل ما ارجعش بعد الظهر. ها أرجوك صدقني إن الخاتم ضاع. جرى يا مدام دنيا؟ الخاتم ده أنا اديتهولك هدية، يعني خلاص بقى بتاعك. دنيا حبيبتي، في حاجة بتبرق تحت الترابيزة، زار حتة إزازة ولا حاجة؟ لقيتيها يا روحي؟ مفيش حاجة يا عادل. الواحد قبل قهوة الصبح بيتهيأله حاجات كتيرة أوي. معقول يكون عادل هو اللي خد الخاتم؟ مش باين عليه حاجة أبدا. عايز يعذبني ولا عايز يشوفني؟ هقوله ولا لأ؟ هسأله بصراحة عن الخاتم، بس أقوله إيه
وبرر له ازاي اني اخدت هدية بالشكل ده وخبيتها عنه. مش ممكن يكون خده عادل، كل حاجة بتبان عليه، ما يقدرش يخبي مشاعره أبدا. بس هيكون مين غيره؟ أنا تعبانة، أنا تعبانة. مالك يا حبيبتي؟ تعبانة من إيه؟ طبعا بإذن الله. سلام يا روحي. مع السلامة. أحسن جرس الباب يضرب. باي باي يا حبيبتي. أيوه أيوه. حاضر. خادم، أهلا يا حبيبي. أهلا يا بابا. طبعا في التليفون أكيد. إيه يا حبيبي مالك؟ في إيه؟ أمال فين دنيا؟ لا دنيا في البيت. أنا حاولت أكلمك في التليفون بس أنا عارفك تمسكي التليفون من هنا ما تخلصيش. بس هو حصل حاجة؟ لا، عيد ميلاد دنيا بعد يومين. فانا عايز اعمل لها مفاجاه كده، عايزك تعزمي اصحابها وحبايبها وقرايبكم كل اللي تحبهم تعزميهم، وخلي دول معاكي، واذا احتجتي فلوس تانية تقولي لي. ربنا يا اخويا ما نحرمكوش من بعض يا رب. واوعي تحرقي المفاجاه، ما تجيبي لها السيره ان انا جيت لك، ولا هنعمل حفله ولا حاجه. حاضر، من عينيا الاثنين. على اذنك يا ماما. السلامه يا حبيبي. السلامه. السنة اللي فاتت الحالة يعني ما كانتش ولا بد كده، فأنا عملت عيد ميلاد ورداحي على الأرض على مرؤوسهم لمراتي حبيبتي. والحقيقة مراتي دنيا اللي ما فيش زيها في الدنيا كلها استحملتني ووقفت جنبي وتعلمت منها الحب والوفاء والإخلاص. السنة اللي فاتت يمكن أنا ما قدرتش أقدم لها هدية، لكن إذا كانت الهدية مش في قيمتها والهدية قيمتها في المعنى اللي بترمز اليه، فانا مهما دورت على معاني مش هقدر اقولها غير ربنا يخليكي ليا. وكل سنه وانت طيب. راجل غريب يهدي ست متجوزة خاتم هدية تمنه 10,000 جنيه وبحسن نية، ومش قادر اقتنع ان في زوجة تقبل هدية من راجل غريب وتحسس عجوزها بالعجز، انه ما كانش ممكن هيبقى عنده الامكانيات انه يهديها هدية بالقيمة دي. وحتى لو اقتنعت دلوقتي أنا ما أضمنش إحساسي ممكن يكون إيه بعد شهر أو بعد 5 سنين أو بعد 20 سنة. حتى في حاجة اتشرخت بيننا يا دنيا، هدت أجمل حاجة ممكن تكون بين زوجين بيحبوا بعض، الثقة. وعشان بحبك ما يهونش علي أعيشك الشك اللي أنا فيه وأعذبك معايا. فلنسوا
أنا آسف. أنت طارق أحمد. في ايه؟ مالك يا دنيا؟ اتفضل اتفضل. الخاتم بتاعك اللي حطم حياتي. ايه اللي حصل؟ استريحي واحكي لي. عادل طلقني، مش قادر يصدق اني ما دفعتش تمن لهديتك. تسمع الكلام ده وما فهمتهوش ليه؟ فهمته، وقلت له على كل الكلام الجميل اللي قلته لي عن تقديرك ليا لمجهوداتي واخلاصي في العمل، لكن ما اقتنعش. ومعاه حق، انا نفسي مش مقتنع. انا نفسي عايزه اعرف انت عايز مني ايه. انت عايز مني ايه؟ معلش، انت اعصابك تعبان. روحي دلوقتي وانا هتصل بعادل وافهمه الحكايه. دنيا ارجوكي ما تبكيش، واؤكد لك كل شيء هيتصلح. دنيا دنيا افتحي لي يا بنتي، حرام عليكي. مش كده، بقالك يومين من غير اكل. ردي عليا يا حبيبتي. تصبح على خير يا دنيا. تصبح على خير. الأستاذ عادل نور الدين لو سمحت. مدام دنيا. موجود. متشكرة قوي. مش موجود ولا بينكر نفسه؟ يهدي ست متجوزة خاتم هدية تمنه 10,000 جنيه وبحسن نية. انت عارفة مين اللي قاعد عندنا برا في الصالون؟ عادل؟ لا، راتب بيت. يلا يا حبيبتي قومي قومي عشان تقابليه. انا هقعد معاه شوية لحد ما تغيري هدومك. يلا يا ماما. يلا حبيبتي يلا. هقدر ارجع الشركه. انا خلاص قطعت اجازتي من الحكومه وهرجع الشغل. انا مش جاي اطلب رجوعك للشركه، انا جاي اطلب ايدك يا دنيا.
تطلب ايدي انا؟ ليه؟ عشان بحبك يا دنيا. يا ترى السبب ده مش كفاية؟ انا كنت سعيد بك جدا وخلاص تعودت على وجودي جنب في الشركة. الايام اللي غبت فيها كنت هتجنن. ما تستغربيش، ده احساس من زمان، لكن كنت حريص انه يفضل جوايا علشان انت كنت زوجة الراجل انا بحترمه. دلوقتي خلاص ابقى مجنون لو افرط فيكي. لو سمحتي عايزة أقابل عادل تاني. من فضلك. البيت كان وحشني قوي. قوي. عادل. نعم. ممكن تسمعني؟ افتكر الوقت اللي فات كان كافي قوي عشان نراجع نفسنا. عادل، انا عارفة اني غلطت، بس دنيا احنا قلنا كل حاجة ممكن تتقال في الموضوع ده، بلاش تدوسي على جرح اكتر من كده. اسمعني ولو مرة واحدة. افتكرش في حاجة جديدة ممكن تتقال في الموضوع ده. يا عادل حرام عليك. كفاية دنيا، ارجوك كفاية. يعني خلاص يا عادل؟ حاجة اتشرخت بينا يا دنيا، هدت أجمل حاجة ممكن تكون بين زوجين بيحبوا بعض، الثقة. وعشان بحبك ما يهونش عليا عيشك الشك اللي أنا فيه. فهميني، أنت صحيحة تتجوزي الراجل ده اللي اسمه راتب بيت؟ لا، ده كده يبقى اسمه انتحار. Thank you.
أنا النهاردة أسهل راجل في العالم. من الرأس تحب الروح؟ يا ريت. عجبك؟ قوي. خلاص خليكي لابسة. مبروك. ميرسي. مبروك مبروك يا فندم. ميرسي. ناجي ابعت لي الفاتورة على الشركة. عناية لك. المنطقة دي أروع من موناكو، من مونت كارلو. أسرياء العالم مش هيجدوا مكان أجمل من هنا. سياحية على البحيرات المرة. شوف يا دنيا،
الواحد بيبقى له دنيا، لكن الراتب لازم يبقى له دنيتين، دنيا السياحة وانتي. بالله مطرح ما هي قاعدة يا ماما، بلاش الكلام ده دلوقتي، يلا يا عادل عشان تفطر. اخوكي تعبان يا رجاء ومش عايز يتكلم. ايه السهرة بس اللي عملت في ايه؟ عملت اللي عملته بقى، خلاص اهي راحت لحالها. تعالى يا عادل عشان تفطر. اسمع بقى يا عادل، انا سايبه بيتي وعيالي وشغلي ومش هرجع الا ورجلي على رجلك. انا جايبه لك عقد عمل في بنك هتاخد قد مهيتك 6-7 مرات على الاقل. تاني يا رجاء، احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده 100 مرة قبل كده، من فضلك مش عايز رغي فيه تاني. الفلوس هي اللي بتقوي القلب يا عادل، انت هتقعد هناك كام سنه وترجع مليان، وساعتها هتعوض اللي راحك وتبتدي من جديد. ها ايه رايك بقى؟ انا مستقبلي هنا يا رجاء. شايفه يا ماما، شايفه العند بتاعه؟ الست ما هي سابتك واتجوزت، هتستنى ايه تاني؟ انا عندي مذاكره يا رجاء، خلص الماجستير بتاعي وبعدين ساعتها بقول لك شوفي لي عادي عمل. انا قدمت كل المطلوب، درست الجدوى والضمانات والرسومات الهندسيه، والبنك عمل بحث عن موقفي المالي، والمشروع بقى له اكتر من سنه. معلش يا راتب ايه، البنك زي سيادتك مريت في الجرايد اتعرض لعمليات نصب، حتى بعض العملاء خدوا قروض وهربوا، حتى المدير السابق لسه في تحيات. وانا ذنبي ايه؟ انا راجل دغري وموقفي المالي سليم وليا اسم المعروف في السوق. على كل حال موضوع سيادتك عند مدير اداره الائتمان، راجل دغري ونظيف، قبله واكيد هيحل لك الموضوع. نعم ماشي يا انور بيه. سلام عليكم. راتب بيه، بقالك مدة ما اسعدتناش بلقائك. اهلا، ازيك يا استاذ عادل؟ الحمد لله. اتفضل. الحقيقة دي مفاجأة ظريفة انك تمسك منصب زي ده. عموما انت فعلا تستاهل كل خير. اوامرك يا راتب بيه. تشرب حاجة؟ لا متشكر، نتكلم في الشغل. تحت أمرك. القرض يا أستاذ عادل، حقيقة راتب بيه بالنسبة للبنك ضمانات سيادتك مش كفاية. حضرتك ما سددتش تمن الأرض، حساباتك كلها في البنوك ما تغطيش القرض، الظاهر إن فلوس راتب بيه كلها في الخارج. في الحقيقة أستاذ عادل أنا خسرت مبلغ كبير جدا في بورصة نيويورك، وإلا كنت دفعت ثمن الأرض مرة واحدة. على كل حال زي ما أنت عارف في مشاريع كتير بتتم بناء على الثقة المتبادلة بين البنك والعميل، والبنك في الحالة دي بيعتمد على الضمان الشخصي. هلا أنا هدرس الموضوع بعناية وربنا يقدم اللي فيه الخير. يا مصطفى، مصطفى يا مصطفى. افندم استاذ عادل، تعالى تحت امرك يا فندم. لا تديني الاستاذ هادي. حاضر يا فندم. حد سأل عليا؟ ايوه يا فندم، فيه راتب بيه سأل على حضرتك اكتر من مره. راتب بيه؟ اجيب لحضرتك الدوسيه بتاع قريه الدنيا السياحيه؟ لا اجله دلوقتي. يعني ايه؟
الواد ده كان بيلعب بيها طول الوقت. قول لي تاني يا حسنين عندك ايه بالظبط؟ يا فندم قال لي كلمتين مفيش غيرهم، ان المشروع هيتاجل. كان بالسقفل الصرصار ده عايز يقف قدامي، ده انا انسفه اربعين على وش الدنيا. المشروع اللي قعدت طول السنين دي احلم بيه وخططته عايز يبقى وصولي. يا ابني الاثنين انت سيدي عارفين، وكل واحد ليه نقطه ضعف، والجدع ده اكيد ليه سكه، وسيادتك ممكن تزغل العينين وتخليه نخ. انت بقى هتقعد تعلمني. اتفضل دلوقتي. حاضر يا فندم. اي خدمه تاني؟ قلت لك اتفضل دلوقتي، ما تخليش حد يدخل لي. حاضر يا فندم. الو، اهلا يا عادل. ازيك يا حبيبي؟ وحشني والله. ايه يا راجل الغيبه الطويله دي؟ بقى معقول لا تليفون ولا سؤال؟ ده ما كانش عيش وملح يا اخي. بقول لك يا عادل، انا عايزك في موضوع مهم جدا. ايه دوني؟ الساعه بقت 5 وانت لسه ما لبستيش ولا حضرت حاجه. مين الضيف ده اللي انت مهتم بيه قوي بالشكل ده؟ قلت لك ضيف يهمني جدا. يهمك انت، لكن انا هستقبله ليه؟ انا هودب لك كل حاجه وهقعد فاضي. لا ما ينفعش، ارجوك يا حبيبتي وجودك ده مهم جدا. تعالي تعالي يا روحي. تعالي. حضرتك عايز مين؟ راتب بيه. في موعد سابق؟ ايوه هو منتظرني. اتفضل سيادتك. سعاده بيه. ايوه في ايه؟ الضيف اللي حضرتك منتظره وصل. طب كويس، انا جاي حالا. دنيا ارجوكي ما تاخريش. اهلا اهلا وسهلا. جيت في ميعادك بالظبط. انا متفائل جدا بالزياره دي. ارجو ان يكون تفاؤلك في محله. اتفضل يا عادل بيه. شكرا. انا الحقيقه تعبت جدا لحد ما لقيت البيت. غريبه مع ان البيت ما توهش ولا حاجه. ما هي اصلا المدخل في جناين كده وصعب يعني الواحد ياخد بيها. على اي حال المره الجايه مش هتوه بقى. لا ان شاء الله. دنيا تعالي يا دنيا، مفيش حد غريب. دنيا مراتي، الأستاذ عادل. أظن أنا والهانم اتقابلنا قبل كده. تحب تشرب قهوتك إيه؟ بتهيألي الهانم فاكرة قهوتي كان شكلها إيه؟ أنا اللي هعملها لك بإيديا. ما دام بإيديك بقى تبقى مظبوطة. الهانم بتشد عليا ولا ايه؟ هو راتب عايز منك ايه؟ عايزني امشيله في قرض 10 مليون جنيه عشان قريه دنيا السياحيه، رغم انه لسه ما سددش ثمن الارض. وانت هتعمل ايه؟ صراحه مش عارف. اصل راتب بيعرض عليا رشوه كبيره جدا، صعب عليا اني ارفضها. عرض عليك كام؟ عرض عليا سيادتك يا دنيا هانم. ارجوكي ما تخليش خيالك يسرح كالعاده. راتب بيه راجل شريف محترم، يعرف الواجب والاصول. هو عرض عليا اني لو مشيت له المشروع بيطلقك. طبعا عرض صعب عليا جدا اني ارفضه. انا رشوة؟ مستغربة ليه؟ مش الهانم سبق وقابلت رشوة خاتم قبل كده؟ معلش بقى، انتوا مش غرب القهوة. لا معلش، فرصة تانية. مش فرصة تانية ازاي؟ معقولة القهوة؟ معلش عشان مرتبط بميعاد، وشكرا على عزومة. عزومة؟
هي دي عزومه، دي ما تتحسبش يا عادل. الله دنيا، انت ليه مش بتعزمي الاستاذ عادل على ريسبشن؟ بقول لك ايه، احنا منتظرينك يوم الثلاث، وهي فرصه تكون فكرت. تعرف يا عادل، لو وافقت هتبقى مفاجاه هايله. ربنا يسهل. عن اذنك. كان لازم اعمل كده، كان لازم اجرب كل الطرق. معقول يا راتب؟ معقول تحطيني انا طعم لتحقيق مصالحك؟ معقول تساوم على مراتك؟ انا اساوم على مراتي؟ انت جننتي؟ بلاش عبط المال، ما عندكيش فكره المشروع ده لو تم. انا بعمل كل ده علشان حياتنا، علشان مستقبلنا. خليكي طموحه بقى. بتسمي الصفقه دي طموح؟ وبعدين في حاجه مهمه قوي حضرتك ما عملتش حسابها. حاجة زي ايه؟ عادل مش ممكن يعمل اللي في بالك ابدا. لا ده بيتهيألك. انا النهاردة قصدت ان اعزمه واسيبكم لوحديكم علشان اتأكد اذا كان بيحبك ولا لا. والحمد لله طمنت خالص. عادل مستعد يعمل اي حاجة عشان ترجعي له. بيتهيألك يا راتب. مش كل الناس زيك. لا كل الناس. كل واحد له مفتاح، لو تعرف يبقى كل شيء سهل. وانا لمحت في عينين عادل لما شافك نفس النظرة اللي لمحتها في عينيك لما شفت الخاتم. وزي ما كنت متأكد انك لازم هتقبل الخاتم، انا دلوقتي متأكد ان عادل مش هيقدر يقاوم. مش ممكن، مش ممكن تكون بالبشاعة دي. مش قادرة اصدق. دنيا حبيبتي انتي فهمتيني غلط. أنا مش ممكن أفرط فيكي أبدا، دي لعبة صغيرة مش هتضرنا لكن هنكسب منها كتير. أنا اتفقت مع عادل إني أطلقك يوم ما يجيب الموافقة على القرض، تاني يوم أكون نقلت العشرة مليون على حسابي في البنك. خلال شهر بكتير المنشآت تكون ابتدت في القرية والعجلة تدور، وبعدين أرجعك قبل ما يمر الثلاث أشهر، ويبقى سعادل ده بقى يخبط دماغه في الحيط. وهو ذنبه إيه؟ ذنبه إيه تلعب بمشاعره وأحلامه؟ أنا لا يمكن أشترك معاك في لعبة زي دي. أنا هقول لعادل. دنيا دنيا حبيبتي، انا ما بسمحش ابدا لاي حد انه يهد احلامي او حتى مجرد يعطلها. ببقى صعب قوي ما انت عارف. خليكي عاقله حبيبتي وسيبينا نتفرج على اللعبه دي. صعب البيه. ما فين مدام؟ في الجنينة الناحية التانية. طب ودي الفطار هناك. حاضر. بقول لك ايه؟ فندم. انا عايزك تشوف لي ثلاثة أربعة معاك يساعدوك في عزومة الليلة دي. عايز الفيلا الليلة دي تبقى زي الفل. هي يعني هي دي أول مرة سعادة البيه؟ يا دنيا باين عليك ما نمتيش كويس امبارح. بالعكس باين عليك انت ما نمتش كويس امبارح. معقولة؟ معقولة الوش القمر ده يبقى دبلان بالشكل ده؟ انا عايزك بعد الفطار تطلعي اوضتك وتستريحي خالص. عايزك تبقي ملكة في حفلة الليلة. ما تتعبش نفسك يا راتب، كل اللي بتعمله ده مفيش منه فايده. فعلا الحفله كانت جميله جدا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
سلو هانم ازي حضرتك؟ وحشانا يا فندم. اهلا يا فندم. منور يا فندم. اهلا وسهلا. مليحه اهلا. مساء الخير يا فندم. ايه رايك؟ ايه ده يا سيدي انت فين؟ ايه ده؟ كل سنه اشوفك مره ولا المشاريع واخده حقك. سعيد باشا. مساء الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. امتى من فريس؟ انا موجود يا فندم على طول. اهلا بيك. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. منورين يا فندم. الله يخليك يا فندم. اهلا يا مصطفى. ازيك؟ ان شاء الله تكون بخير. اهلا يا مدام. اهلا يا فندم. اهلا. عند اصدقائك. مش بقول لك حساباتك غلط. عادل بيك، ايه التأخير ده يا راجل؟ طال انتظارك يا سيدي. انا اسف جدا على التأخير، بس في الحقيقة كنت بدور على هدية مناسبة اقدمها للمدام، ففكرت ان انا اجيب بلطو فارو او عقد لولي او حتى خاتم سوليتير، وبعدين قلت بقى مش معقول راتب بيه زمان ومكفي البيت كل الحاجات دي والهانم عندها منها كتير. فالحقيقة فكرت في هدية متواضعة تكون ناقصاكوا في البيت. عصافير كناريا اسمها عصافير الحب، هدية متواضعة أرجو أنها تعجبكم. أنت إنسان ذكي يا عادل وتستاهل كل خير. أنا كمان هديلك مبلغ كويس علشان تعرف تبدأ حياتك من جديد. راتب بيه، أنا متأسف جدا مش هقدر استمر في اللعبة بتاعتك يا جماعة. راتب بيه عرض علي عرض عظيم جدا، عرض انه يتنازل عن المدام مقابل خدمة صغيرة بسيطة اقدمها له في البنك اللي انا بشتغل فيه، قرض. والحقيقة قعدت افكر واسرح وليت فرصة عظيمة ان انا استرد الانسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي، الانسانة اللي شاركتني احلامي وطموحي واسعد ايام حياتي، الانسانة اللي هدت عشنا في لحظة ضعف وبدون قصد لما راتب بيه زغلل عينيها بخاتم الماس 18,000 جنيه جوزها ما كانش يقدر يجيب كلها، وخلاها ما شافتش السكينة اللي دبحتني بيها. استاذ راتب، رغم ان عرض حضرتك عرض قوي جدا ورغم اني عمري ما حبيت ولا هحب حد قد ما حبيت الدنيا، اللي انا شايف ان العرض بتاعك عرض سخيف ورخيص وما يناسبنيش وما يتفقش مع مبادئي، عن اذن الهنم.